صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكوبا وحنوت المام دونا أحاديث دورة وأن إسلاي هاي نفتي إذا هي لمانتي وحبضا بي نوتريا. رسولك عليه الصلاة والسلام وحاول سو قدمي منهج ومد لغوها او ريضو تلمامين ايهين من جوامع الكلم كلمة كوب كوبا وحديثي دو دلو راعو انفعي ومدى مسلمين تاه افيا اخره ان دراس با كدعي وهو يبورو بين وانا تكينيسا ما انتا انتاس او مليان او مسلمين او كمانكم غاري ان اتجاهي كلم وطمان تكينتي ان يشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قسعتها أمن قلة نحن يومين يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وتكنتي ما أنت إن قفك مسلم كأه كد حجرة حين دابك الله يقان أهل السنة والجماعة إن قفك أراع ما أنا عليه وأصحابي أهل السنة هو حوي ضدك كصوغان أنيقي أصحاب تيد الدريق أنك تقني أيها الرسولك عليه الصلاة والسلام. إذا ما أنت تضبيع كنتم كدولة دود ما أنت مسلمين تأه ميل والأو كنو ليهيقف أهل السنة وشعل من كتابك يسونيه دبلو سوعلي ومستهدف هدف بيوتهي لما كمانت الدنيا ده قامني إيهو استعمالي شارد بدن إيه ضد بدن وكد حنول ضد كمسلمين تاقودهون هروح نوصى هذا لإنه السند كهر إن هدفي ذا كواد أي كمت هاي سوريا إن لبربوريا إيهو لدون إيه أرض الشام أو إسرائيل للي حد دير إناني أوديا سوريا ووضمد مسلمين تأه أود أهلي إنا شيء ديبد اللوغة كيني سوريا سنضبضا. إذن وهدف إلا بربورية إبكا بصر وسقاشن مليانة وما أنت أكتهين الحليل دول الله إسرائيل يدو كوا قال دا أي استعماليا ما ملدا ميشا كتلي وحالقو خصبي مصر هرالوغو خصبي ما انتنا أي مرلبات سعيحيا إن كون يسديد هل مليون يسديد بقول أو مسلم أو ما انت غسا كنول يدو المكان الشيء لما البي اتش دي وسته أو قاتا إن كبدن بقول كن أو دولار أسرد وقصة كنول أو أنا هين كمانكم أو أنا هين بقولال كن دافعي أيها الدنا المهيسو وان تابلت أنتبايتك أو بمن يا قصة جديه سبحان الله. والسبب تكواد أي تهاي مصر أو حبي حد كي أي لله هين غسا سيد تشويل إن سيد دبان لولا يددك فلسطينيين تيغا ساكونو. إذن ما أنت سعود ريبيا أو أرض الحرمين وجعلناه حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء وحنو كلنا حرم آمنا وصلوا سوى واردوا من لها الدنيا أورد أستراليا غارضة أدركتين منها كصوبحة لبعش قدوهود حرم كقدهي سيال
يجبى إليه ثمرات كل شيء. ما تسعود أرابيا وهدف لدنيا إن شرقية أردن وميش أقوب باترول كبضل إلا تشاره يضل لغو أبوريو مداهبت خلافك هنتي عن وافق سنين سنة رسولك عليه الصلاة والسلام. إذن وحاصرنا وحكينا يمركي لغر لأحدي منهجكي قويمك ولذلك وحدون يسير وكوبا إن أن أغهد الله هرنا وأتي المانب دور حديث وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فقعدنا أينكو أبورن هاي وهدف وحن حديث تنوت البابي ومجتمع مسلم وذا أهل السنة سمال الأنسيدة أكتهين توحيدك وكببني النبت قليا حيستا قال يا إسلام وحلقوك اللي في إن قعضون لقليا يضل استعمال يدد إنك إنك ميدا يضل وليبا إمك حدا في ذكا واد أي تحي إنتا يرن وضع إنو هيننا إن لبربوريو dadka la isticmaalaya ma ay ogeyn la isticmaalayo laakiin taas waxa weeye waa nidaamka ma yusama al awlama aw al nidaam al alam al jadid wax loo yaqaanno nidaamka loogu tala galay dunida in lagu hoggaamiyo Israa'il iyo Yahood iyo markaasi asahiyuni al alamiy ay isticmaala laba saddex hadiis baan in xusuusin doona in badan oo horana aynu is xusuusin حديث قال الإمام أحمد أوري لفتق أبو يعلى أوليه ابن حبان في صحيحه أوكسوغي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون للأمراء ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعمهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه أمضها مسلمين تأم حدمي وحدمي إن ظالمة وكوح سميستي هنتي لو مد بوبيسة أو أعراض مد بوبيسة إذا يكون أمراء مسلمين تمرك البربرين يوحى مض ولا قار مضحة تغشاه موحد بولية غواش قار بين الشجع وكحيرا غواش قار طبولة مسك هذا كايستا وحان شرين الشجع أي أقول لي رسولك عليه الصلاة والسلام أو حواشي أما قار لصعوض أو كأقدو أي رسولك عليه الصلاة والسلام كواس محيقة بتنباء لرسولك عليه الصلاة والسلام حديث كان صحيح يكذبون بين بين شيقي يان قوات لضحي وحول بعض ومضيون الصعب كي يكون قراعيسا ومضيون لني هذه كدمتها انت ومضيون لنوحي آتلا هذا أي أغقو أضح ويظلمون ظلمنا ويسمينا يانوي أقيه وحاس وحشرئنا لأحين أي رسولك عليه الصلاة والسلام فمن دخل عليهم كوى صداس أفكرية أي صدا مسلمين توقوه قامينية قفك أقلاء بين توضار فميستا وعانهم على ظلمهم أي ظلم قاسي ككالية فليس مني كاسي عليك يقمم ذهبوا لرسولك عليه الصلاة والسلام ولست منه أنك ممده أي أكويني رسولك عليه الصلاة والسلام يسوى صحابة دي صلى الله عليه وهذا حدث في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رسولك عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يراجعون أوحي أمر رأي يا رسول الله صحابته أرنك أي قنوة يا رسولك أرنجر إن إلهي با كفري يا رسول الله أرنك سوان نقوق الله عيه سديس آنورعني أم رأي يا رسول الله أما النبي الله من رأي أديك كأي مدبا ونقوق الله عيه سعد بن معادي سعد بن عبادة مركي ويني عربتي صويرتي مدينة
صدح ميلود ميلبان إدنسين يا تمارتا سنة كان كسوغو دي مدينة الدقال ككبحة أي الله شيء لبدي إننا أوصي خسرة شوغامين لبدي قبيلة أبو أوينا فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما حد لا لوش كو بحين إسات تمرتا يدي أن كسو تعبنا يا رسول الله هو أمر من الحق سبحانه ما أمر إلى هيك فريبا مس النجاة نوجد نين سما دم ما قال ذي يدي عرورت يدي الدمر كيجي انحسار لجوس ميجي قال نعم رسولكم حريدين كان يدين دنينيا لن نقبله يا رسول الله عرب واستيلي كرني أنت صوص النضوض حبت من ولا لو شو اللي جيما نبحين ما أقبلنا يا رسول الله الله بقى علمين إلا آخر الرنق هدي لها الكفر بحي هدي لها الكفر ميل النبي يكون النبي عليه الصلاة والسلام هل كبر رسولك غزوة الخندق أنه الذي لن من يقول النبي عليه الصلاة والسلام دابة الدقال بأن لقو آمية يدو مقالة أردن انحسار لقو سبيل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يراجعون صحابته اسكد قف كم إذا صحابتي سيب نبيك أي كؤلني يا رسول الله أرنك أستن مقبط أما كمقنع سنين تبت الرسول كوى كراعي عليه الصلاة والسلام هذا هو المنهج الذي أسسه رسول الله بالمجتمع الإسلامي كسوحي أحي الضريقي إسا الصحة لغو أساسي مجتمعي وأساسي نبيك عليه الصلاة والسلام إسلامي روغو دتي أو دأدي دو صالي حتى يبا عمر كتو جسي وضضا يا عمير كنت عميرا فأصبحت عمرا فأصبحت أميرا على المسلمين إسلامي ربعي صغو وضضا بريو قيل سوتي ورشو جي عمر عمر يرشو جي بيت ما يقولن أمير المؤمنين ما يقولن مسلمين تقدر بعد أبو بكر إسلامي وفضل بدن وحلا صعد عثمان بن عفان وحلا صعد سعد بن وقاص وحلا صعد سعيد بن سيد وحلا صعد الضلح بن عبيد الله وحلا صعد علي بن أبي طالب لحد مسلمين تؤدن هجان كودي سراء هبا الله صعد شوق عمر وغاريا عمر يلا يستاق أي كتر مركزه يستاق فكلم نندير بوها عمر بن الخطاب وحليا بن islaantan soo gaaban ee waliba aad iyo aad uga gaaban ee soo godotay ee Umar la hadlaysay Umar intu aad iyo aad u soo foorarsaday u dhageysanay Umar yaraad ahayd ilaahay Umar buu ka dhigay adigay geelad ku raaci jirtay buuraha Makka oo ku garanayna ilaahay baa amir kaaga dhigay muslimiinta ittaqillaaha fil muslimiina ya Umar وروح أكون شيء كغيا مسلمين تإلهي أوها حد جد من بكل هذا عمر بن الخطاب يسقونا وأقولك رأينا يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بس كده هذيل اللي يسوق ودقي ما أنت وح مسلمين النور إيمانك إنه ملقاعد بوحيل ما يمانت هلك أي ما أنت مسلمين تمرية هدي إيمانك إنه ملقاعد بوحيل لما بليان لما كن أو مليان أو مسلمين تضمي كنتم دولدود أو مسلمين ما أنت قدس لقما هايستين هدي إيمانك بالقعد أبوحني ثالث بقعة مباركة عند المسلمين مسلمين تصدح ضميلود أقود طهيرا أي واجب كنت هيقفل أو مسلمي إنه وحك قبطه لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى صدح ذا سبا الله حد كحنان كرا انت سو قور لغو مقنان كرا انت الله سي سعود انت الله سو سعود انت لجوغ عبادة ذو ذعان لسوكو بكرم بول رسولك عليه الصلاة والسلام ولذلك هو
manhajka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa in la joojiyo sawaan kaana amiiran sawaan kaana caaliman sawaan kaana taajiran sawaan kaana maada wamaada wahada huwa ahlu lxalli waalcaqdi in loo naseexeeyo la joojiyo marka uu leexdo waa manhajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam وفيما رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنهما قال حديث أبو داود ابن حبان أي وريين ابن حبان في صحيحه أوكسغي مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه حديث ابن مسعود إن كيسو صاري رسولك عليه الصلاة والسلام حري قفك مثل الذي تصالحك يعين كوكالمية قومه إهل كيس كوكالمية على غير الحق أرنان حق أهين كوكالمية إسكو بربرتاقة ورير كيبي كمثل بعير واسدي أور يعني وحوي تردى كهوبتي في بئر وعيل وين أور كهوبتي يعني نندبض قبصدي فهو ينسع بدنبه بل أور كدبديس ودركتي ويرتي أور كدبديس بل أور كيو هوبتي ودمانتي عيل كي كدعي ninka doonaya inuu dabada soo qabto intuu aadir soo qaabto inuu soo celiyo subxaanallah kaasi ayuu la mid yahay wahal ana ilaa min qusayata in qawat qawaytu wa in tarshud arshidu mujtamacii rasuulku uu toosiyey waxa ay ahayd dhaqankoodu wahal ana ilaa min qusaya anigu reer bani qusaya ayaan ahay in qawat هذين لا حتو غويت وان لا حنيا وإن ترشد أرشدوا ألو وحا يقصوا حقا اكتالين هين ربني قسيا أيونيك ورنشري هذي أدر لا حتنا وان لا حنيا هذي هنونتنا وان هنونيا تسواتي وبدلي رسولك عليه الصلاة والسلام إيه حديث كانوا كبدل نكا أتقول يا علي أنا على الحق وضلحة وزبير على البدر قال ويحك يا مسكين لا تعرف الحق بالرجال صحابة ويسقبتان ولا الكاهدو قرد رأيه هاي قبو هذي لقى قرد رأيه هاي نقر قربو لرسولك عليه الصلاة والسلام وصداسي ولا الكا أديركا أبتقا لما أنتم سأصلك ولا نقل تأخذه فوق يده وهذا هو النصر ولالك أقرقار هدو وحتلمي هدي لظلمي حديث كواها صحابة وحر يا رسول الله هدي وحتلمي يسدين وقرقارنا تأخذه فوق يده حديث كو حورنا قعنت ترسي ليسا قعنت قبه وشور نبي رسولك عليه السلام وهذا هو النصر قول شنو هو تاسي أيوة رسولك عليه السلام ومفهوم كالقول رقم أيوه قبائل كالغدق نقمي أيوت المام رسولك عليه الصلاة والسلام عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله حديث كم كوبا وحاوك هضلي رسولك عليه الصلاة والسلام مؤمن كفراس لي فراسة هو محي دمبيل يربو قفك مؤمن كلي marka message-ka doonayno amma inteenan aynu tashanayno ila way soo wada naqaana dhamaantiino ilaahay baa meel lagu wada abuuree ittaqu firasata almu'min nikay loogu cibaadada badan leey loogu akhlaaqda badan leey loogu dadaalka badan leey loogu toosida badan leey arrinkaana aynu isleenahay ilmaam aqoobu u leey arrinta aynu doonayno waa inaan wax ka weydiino limaada ittaqu firasata almu'min mu'minku wuxuu leeyahay dhimbiil yar buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee arrintaasi wax aqoon u leh ittaqu firaasata almu'min waayo cumar bnu khaaab oo fadhiyaa nin gabadhi usoo gashay waxay tiri amiir almu'miniin
نكي صحابي جاها هبل هبل أها وصحابي معروف أنصاري وللعبادة بضن هبين ونوى تاقيهي سبحان الله مالي والبن وسومية عمر بن الخطاب بين خير بضن بعد شكت وعتر يا أمير المؤمنين نكي هبل هبين ونوى تاقيهي مالي ونوى وسومية عمر بن الخطاب على خير بضن بعد شكت يقول تبت قبرني مسلمي ضاي ويسك بحد كعب بن مالك بلتشوغا وحتر يا امير المؤمنين قبرني مسلمي ضاي وي اشكتوني سيمانات فهم وحيك اشكتوني مركزوي لوام حي وحيك اشكتوني تي وذات كي هبين كي بل هلي ما اي كوتري بولي انت سبحان الله عمر بن الخطاب وريغيره مير عمر بن الخطاب قبضي مسلمات احيد اي مكي قبا حدي دي بالو توني ان فريسي مير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وان كحم هي ما نفهم وحي ادنو شيغيسي لكن الى هي وحو فهم سي كعب بن مالك اديغا حكومه يبوني قبضاس وحا اي ليده وحولي امر بانو سيرينا افرتي حبيب بحبيب وانو اديغا كولا نولاد ولذلك وحوي أفرتيها بين بحبين وإن سانك لن أولاده وصلاة أوكال الشارو حبين لن أوتاقيه تبت سحابي قبل الله يعني وحالي نور سداسي آيات قادر إيسا علمات وحي ليهين لكو أفر بلود قبل إيسا كما مغنانك عقلا وشرعا ميلا يكتالا بجرد سلوبت بادية أسرة مسلمين تا نيكا مجاهدك كده غالب يا حمدان ayaa gabadhiisa inta faras lagu qaado halka loogu geyn jiray hadii kale isaga ayaa la soo kaxeyn jiray hadii laga maarmayo meesha ay haaskiisu jooga ma la keen jiray subhanallah si loo ilaaliyo bulshada islaamka xaqay ku taala intaas oo sanadood baan shaqeynayay oo reerkayga arurteeda ka maqnaa aqlan wa sharran qawlan wa qilan bal allah le meel ku taala bajir usradaasi وحلاليه وحي كيما ددن بقيده يطروف يعرور يوحى صورتك وحل صاري قفك والدك كما قرير كيس إن أتكاريونك حيث تود عرور تاذا ككور السب وقدين تود يدق القوضك أتكا تود عرور تاذا لنولاته أياك خير بدن مليانيس أن مليانيس ناتناوه صورش قيلية وإلمكلي وطريقة كلمه أما حقوق ذا قبر وحي حق الله يظهر أفر بلود هدي كويده وحي حق الله يظهر إني قادق الله هذا الشيء سبحانه وهناك شروع قاله العلماء لقى ما حد ذا يقبر لكن وحلق أحد ذا مستقبل كأسرة أي إسلامك بدبادي أرادوك استاق قبل كوقوين أذيقا كمسؤولة أو وحك لحكم يبن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كو مانتا جوغا مسلمين توغاميا هبلواني نقوم بضن و دبل بي اتش دي هوندر مشروع عاصم متخصص كو يهي طلق يدد كما وحبو تريا لكن اسكو عرق تمني ايا لقوانا يا مركة تسكيه دالا سيري اسكو عرق تمني هنا واني كو سعب كي قرا عما يا نو كسو دواني ميلان جوغي انتان تلا ضحي سبحان الله اتقو فراسة المؤمن والمؤمن كفى إذيست أيو حديثك ويهي إلى هاي النبي لها السيئي أي وحبو إلى بحنا أي حديثك أطل المامي وفي سورة يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين هذا الوحاو نبي الله يعقوب مركي ونبي الله يوسف رياضي أي أبيه وشان يا بني لا تقصص رؤياك إن كيدي ورياضة هذا هو شيء على إخوتك ولا لذا هو شيء وحا إلهي قارك كوسي أتكر رياضي ولا لذا هو شيء فيكيدوا لك كيدا سأعني أذيك كود نقرن وعني قرش أي كالكار ككوكو إداريان كو سمينين سرتاض هاي سبو كل إيحي
إن الشيطان للإنسان عدو مبين ويا شيطانك عدو ويحي مؤمنين ما جاوث الاثنين شاء إسلامك استعينوا على قضايا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة حسن أرمينا سر لك هذا مركا وحقب صنيسا أرمها طلق خسية أرمها هرمرك خسية أرمها أقار أولي دين عديالي أغان فإن كل ذي نعمة حسن وإذا الله إلهي نعمة سييبة حاسد بضنه أيا شرة أيا أكون رسولك عليه الصلاة والسلام مسلمين إذن وحيالها مات مسلمين تو أي كتشبين وحاكم ذا السرطو ذا أي حيان مروا البلو قد بيه عند أي إسلايهين مركز الدلكين لإيادتكين أي أي بابينيان والعياذ بالله المهم محانو قصو ذا مركاهو قال لذا مسلمين تأمحا كل دعا مركز سدا سدا عضو إلي فوفتان هبابان إلهي سدو خير كتير هاي نوافجي هل كم واحد نقول عين الندات كاسي سبحان الله خير كبدل دعاء الدنيا تذكر دعاء الدنيا رنتي مراد كخير كقبل الدنيا إلهي واحد نكبر إن مراد كذا خير إله وسي إله مراد كذا خير لسي أنت عارف ما الدنيا إلهي سبحانه وتعالى الدنيا إلهي بريضه إله وضمان الله يجلي حسن ساعده إجابة أي كتر إله عارف ما تسي إله عارف ما تسي لما تقولين إلهي هنوات كي أدارد إلهي نوصل